Lecture of Cardiology Health Sciences University. طبعا سعيد ان انا هبقى موجود معاكم في ريفيجن الفيرست. بالنسبه لنا الاكس راي يعني في ايتمز لازم تبقى هي في دماغكم في اي سؤال اكس راي، لو احنا حفظناهم مش هنوقع اي سؤال. اول حاجه لو قال لي كومنت على اكس راي او قال لي اكس راي في عيان مثلا شورتنس اوف بريث، ايه العناوين الاول؟ اول تايتل خالص ان انا هتكلم على الدوز اوف راديشن والسنتراليزيشن، هل في عندي اوفر اكسبوجر او في اندر اكسبوجر، او عندي في البيشنت از نوت ويل سنترلايز ولا لا، لان اكيد لو في مشكله في الكلام ده هينتج عنها ان انا هيبقى في ميس انتربريتيشن للاكس راي. تاني ستيب هبص عليها هبتدي ابص على البونز اللي هي عباره عن الريبس والفيرتيبرا كولوم، هل انا شايف فيها اي مشكله ولا لا؟ ادي كده تاني خطوه. تالت خطوه هل انا شايف ان في اي سوتشرز اوف بريفيس اوبريشن ولا لا؟ حلو. ستيب رقم 4 هبتدي ابص على اللانز، انا شايف في حاجه سجستيف لاي تايتل من دول؟ نمبر 1 بالمونري اولوجينيا، بالمونري بلاسر، بالمونري كونجشن، بالمونري هايبرتنشن، بالمونري انفكشن، نوموفوكس. يبقى في ست عناوين في اللانز ممكن يترموا في اي سؤال. اوكي؟ بالمونري بلاسرا، بالمونري كونجشن، بالمونري اولوجينيا، نوموفوركس، بالمونري هايبرتنشن، بالمونري امبوليزم. اللانز خلص كده خلاص خلصناها. هنخش على الكاردياك شادو. اول حاجه الكارديو سكريشن، هل في كارديوماجري ولا لا؟ اخش بعد كده هل في كالسيفيكيشن ولا لا؟ هل في اي رينز او في اي بروفيتك فالفز او في اي ليدز في اي كاردياك تشامبر ولا لا؟ بعد كده همسك الكاردياك بوردر اللي هو عباره عن ايه؟ الليفت والرايت كاردياك بوردر بالنسبه لنا على مستوى الفيرست، وهنحكم لو في اي تشامبر كان فيها دايلاتيشن هتبقى بالنسبه لي ايه المانفستيشن بتاعتها في الاكس راي، وهختم الموضوع بتاعي بالاورطة او الميديا ستايل. انا كده قلت بتاع 6-7 سب تايتلز لو اترموا في اي سؤال مش هيخلوك انت تميس اي بوينت في الاكس راي. متفقين؟ وفي الاخر هتشوف ابلكيشن. انا في الاخر كده جايب سؤالين من تاليف انا يعني انا معرفش هم جم قبل كده في الامتحان ولا لا، انا عامل عليهم ابلكيشن ازاي انت ممكن تطبق عليه الكلام ده كله. ماشي؟ طبعا المحاضره معاك، اللي عايز يصور يصور، اللي عايز ياخدها بعد كده على فلاش ما عنديش مشكله يعني. اول حاجه خالص هنقولها الديفكتس في الراديشن اكسبوجر، المفروض تبقى الدوز اوف راديشن ادكت. طيب يعني ايه كلمه اندر اكسبوجر؟ يعني كلمه اوفر اكسبوجر؟ اوفر اكسبوجر يعني الدوز اوف راديشن عاليه قوي، فبالتالي انا هبقى شايف عظم اكتر ما انا شايف تيشو. اوكي؟ طيب انا هعرفها ازاي في الاكس راي؟ هعرفها ان انا شايف السبينال بروسيسز اوف السوازيك فيرتيبرا، هتبقى فيري كلير بالنسبه لي. رقم اثنين هبقى شايف الجنكشن اللي ما بين الريبس وما بين الاسترنال والفيرتيبرا كول، واللانج شادو بالنسبه لي هتبقى سودا، هتبقى اوليجينيك، فانا هشوف وكان البيشنت ده عنده بالمونري اوليجيني. يبقى دي اول مشكله، يبقى كلمه ابلكيشن ان انا عندي اوفر اكسبوجر، ان هو هيحصل ميز انتربريتيشن للاكس راي، فاظن انا انها عنده بالمونري اوليجينيا. تاني واحد لو في عندي اندر اكسبوجر يعني الدوز اوف راديشن او الدوز اوف بنتريشن مش عالي، فبالتالي البول مش هيبقى باين خالص، هيبقى في حاجه اسمها فيلينج او بنسميها شادوينج على اللانج شادو، فهشوف ان هو عنده بالمونري كونجشن او ان هو عنده بالمونري ايدينا وهو اساسا كويس. يبقى دي الابلكيشن بتاعت الاندر اكسبوجر، ان يحصل ميس دايجنوزز اوف بالمونري كونجشن او اوف بالمونري فيوجن. ماشي كده؟ تالت حاجه السنتراليزيشن، انا عايز عليها كلمه واحده بس. كلمه ويل سنتراليز بيشنت يعني ايه؟ يعني ان الديستنس اللي هي بين الميديال ارمز اوف بوست كلافيكلز هتبقى ايكو ديستنت بالظبط من السنترال لاين. ده الديفينيشن اوف سنتراليزيشن. طب لو في مشكله في السنتراليزيشن اكيد هيديك فولس امبريشن ان انا عندي كارديوماجري او ان انا عندي ابنورمال شيمبر في الاشرط. يبقى ده كلام الابلكيشن بتاعها. ده كلام بيزك جدا انت ممكن تقوله يزيد من احترام يعني اللي بيصحح في السؤال، ان انت واخد بالك ان انت في حاجه اسمها دوز اوف راديشن وان في حاجه اسمها سنتراليزيشن. هو في الاخر كلام فيري سيمبل. طيب هخش بعد كده على النكست ستيب اللي هي السكيتال ابنورماليتيز. انا عندي هم 4-5 سكيتال ابنورماليتيز احنا ممكن نقولهم في اي سؤال. اول حاجه الكايفوسكوليوز. انت هتشك ازاي ان في كارتس في اليوم؟ طبعا عليك ان انا هعمل لاترال فيو جاست اكس راي والاي اي فيو جاست اكس راي، هلاقي في ابنورمال ديفيشن في السباين، ابنورمال ديفيشن في الفرتيبرا كولوم زي ما احنا شايفين.
بالتالي كون انا عندي في abnormal deviation يبقى انا هلاقي ان في at one side في overcrowding of the ribs وفي other side هلاقي ان في wide spacing between the ribs. يعني intercostal spaces مثلا في العيان ده على الناحيه اليمين واسعه جدا، على الناحيه الشمال ضيقه، فعندي في asymmetry جاي لي جاي ان انا عندي vertebral column بتاعه في kyphoscoliosis وفي دي تو رايت سايد. ده اول ابلكيشن ليه. تاني ابلكيشن في حاجه اسمها straight back syndrome. بعض الناس ممكن يبقى عندهم abscess of normal curvature في vertebral column، هيؤدي ايه لما يبقى straight back syndrome؟ ان هيبقى الـ anteroposterior diameter اللي ما بين الـ sternum وما بين الـ vertebral column قليل، فبالتالي الـ cardiac shadow هيبان لك في الـ PA view ان هو هيبقى compressed فهيوسع على الجنبين، فهيديك false impression ان في cardiomegaly. بس يبقى straight back syndrome هيعمل false impression ان في cardiomegaly في الـ PA view، هو بيتشخص من الـ lateral view x-ray. مش مهم البكتس اكسكافيتال والبكتس كارينيتال، في حاجه اسمها بريكارديال بولس، دي لما بتبقى جايه مع الكونجيتال هارت ديزيز اللي بيحصل معاها كارديوميجالي بالذات في الرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو الماست انتيريور. انا الماست انتيريور حاجه عندي في القلب هو الرايت فنتركل والرايت اتريوم، لو حصل فيهم دايلاتيشن هيحصل بريكارديال بولس. مع بيبقى عندنا مع النورمال جراس الاسترنال هتكون بولجنج فورورد زي ما هو باين هنا، ودي برده احسن حاجه ليها اللاترال فيو اكس راي. رابع حاجه طبعا اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي الريد نوتشنج. ايه هو الريد نوتشنج ده؟ ان انا بلاقي ان في نوتشز موجوده في الريبس زي ما احنا شايفين كده، ودي سببها ان بيبقى في دايلاتيشن في الانتركوستال ارتريز في حالات الكوابيتيشن اوف ذا اورت، هي بتكون زي كولاترز فبيحصل فيها اوفر فلو فتعمل ايروجن على البوردر اوف الريبس. بس كده، ده اللي انا عايزه في قصه البون. واخر حاجه ان انا شايف ان في سوتشرز of previous operation of previous sternotomy. ادي كده اول دباجه هيترمي في اي سؤال اكس راي. دوز اوف راديشن، رقم 2 سنترلايزيشن بالابلكيشن بتاعتهم، رقم 3 البون كايفوسكوليوزز ستريت باك سندروم بريكارديال بلج، ورابع حاجه سوتشرز اوف previous operation. اوكي حد بعد كده هتكلم على البلمونري فاسكوليتش. زي ما قلنا فيها تحتيها اراوند 6 عناوين: pulmonary oligemia, pulmonary blastula, pulmonary congestion, pulmonary hypertension, pneumothorax, وpulmonary embolism. كويس؟ طيب هو ايه النورمال اساسا؟ النورمال ان انا عندي البلاد فلو في اللور هاف اوف ذا لانس يبقى اكتر من الابر هاف. ليه؟ ده افكت اوف جرافيتي. دي حاجه احنا مالناش فيها علاقه. فبالتالي لما الاقي ان في اي pattern of pulmonary blood flow غير الباترن دي ان اللور هاف اوف ذا لانس هو الهايبراميك يبقى انا عندي مشكله. يعني لو حصل انعكاس في الكلام ده دي كده عندي مشكله، لو حصل ان في هايبريميا في كل اللانج شادو برضو عندي فيها مشكله. اوكي المفروض البلمونري فاسكولتشر بيبان في الميديال 2 ثيردز اوف ذا لانج، يعني ما يوصلش لحد الاوتر 1 ثيرد. يعني انا في الاكس راي لو انا شايف كلمه برونكو فاسكولار ماركينجز اشوفها في الميديال 2 ثيرد اوف ذا لانجز وليس في الاوتر 1 ثيرد. لو في الاوتر 1 ثيرد معناها يعني ان انا كده عندي اوفر فلو او ان انا عندي بلمونري بلاسر. اول حاجه كلمه pulmonary congestion. pulmonary congestion دي ايه الابلكيشن بتاعها؟ ايه اللي يعمل لي pulmonary congestion؟ ان انا عندي pulmonary venous congestion فبالتالي حصل increase في pulmonary venous pressure فحصل reactive vasoconstriction في pulmonary arterioles. طبعا دي حاجه physiological بتحصل. ايه اللي يعمل pulmonary venous congestion عندنا في القلب؟ هما حاجتين او هما اشهر حاجتين: الهارت فيلير بكل انواعه، اسكيميك كارديوميوباثي، دايريكتيف كارديوميوباثي، ريستريكتيف كارديوميوباثي. رقم 2 ان يبقى عندي مارجن ستينوزس، يبقى دول اشهر سببين يعملوا كلمه بالمونري فينس كونجشن اللي هي هتترجم عندنا في الاكس راي في كلمه ان انا عندي بالمونري كونجشن. ايه اللي عندي هشوفه في الاكس راي او اللي انا المفروض اقوله في كلمه بالمونري كونجشن؟ اول حاجه كلمه كيفاليزيشن اوف فلو او كلمه انفرجن اوف فلو. يعني ايه؟ يعني الضغط عالي في البلمونري فينز، حصل رياكتيف فازوكونستريكشن فين؟ في البلمونري ارتريولز اللي هي اكتر فين؟ في اللور لانج زونز، فبالتالي الدم هيكتر فين؟ في الابر هاف اوف ذا لانج. عشان كده سميناها كيفاليزيشن او سميناها انفرجن، دي اهم كلمه هتتقال في البلمونري فينس كونجشن. تاني كلمه هقولها ان انا عندي في هايلر كونجشن. يعني ايه هايلر كونجشن؟ يعني عندي في سنترال كونجشن، ان انا هلاقي عند الميديستاينم هنا حاجه بنسميها هايلر فيلينج او بنسميها هايلر كونجشن. رقم 3 ممكن الاقي فيه مايل فور كونجشن.
يعني هلاقي في obliteration في costophrenic angles. رقم أربعة هلاقي ان فده يبقى عندي حاجة اسمها curly B lines. ايه هي curly B lines؟ curly B lines دي عبارة عن edematous and second interstitial septa of the lung. يعني ال interstitial septa اللي موجودة ما بين الالفيولاي بقت edematous وبقت second. فبتبني قدامي في صوت حاجة اسمها curly B lines اللي هي هنا رقم ثلاثة. ايه تاني ممكن اشوفه؟ اشوف حاجة اسمها curly A lines. يعني ايه curly A lines؟ انا عندي pulmonary vasculature بيأكمبانيد برونكاي. فلما يحصل congestion يبقى بالتالي برونكيال وول هيبقى برضه سكن وهيبقى ادمتس. فيا اما هيباني longitudinal زي رقم اربعة هنا فنسميها curly A lines، يا اما هيباني ككروس سكشن كدوائر او كرينجز ادمتس فبنسميها برونكيال كافينج. بنسميها برونكيال كافينج. اخر حاجة دي حاجة اكاديمية قوي جدا، يعني طبعا مش بتتشاف، ان احنا ممكن يحصل بعد كده هيموسيدروسيس، يحصل ديكوتيشن ار بي سيز فبنسميها هيموسيدروسيس. تو فاينلايز ات، انا عندي مرض بيعمل بالمونري فينس كونجشن، يبقى الاكس ري بتاعه هيبقى فيه بالمونري كونجشن اللي هو عبارة عن ايه؟ اول حاجة ان انا هتكلم على كيفالايزيشن اوف فلو او الانفرجن اوف فلو. رقم اثنين هايلر كونجشن. رقم ثلاثة كيرلي بي لاينز. اربعة كيرلي اي لاينز. خمسة برونكيال كافينج. ستة بلورال افيوجن اللي هو اوبليتريشن اوف كوستوفرينيك انجل. سبعة اللي انا ممكن الاقي في الاخر هيموسيدروس. متفقين؟ دي الايتمز اللي هتتقال في كلمة pulmonary congestion. ماشي؟ طيب هو ده نفس الكلام بالظبط. دي برونكيال كافينج عبارة عن رينج ايدمتس اللي هي عبارة عن البرونكيال وول وهو thickened and congested. نخش بعد كده على البلمونري اوليجيميا. طيب ايه اللي يعمل بلمونري اوليجيميا؟ سهل قوي. البلمونري هايبرتنشن، البلمونري سينوزس، الرايت فيكولر فيلير، بلمونري امبوليزم. يبقى انا اي كلمه من دول جات لي في السؤال اوتوماتيك هتعمل بلمونري اوليجيميا. يعني ايه كلمه بلمونري اوليجيميا؟ يعني انا شايف ان في ديكريز في البرونكو باسكولار ماركينز، شايف ان في انكريز في الريد لوسنسي اوف ذا لانج فيلدز. مظبوط كده؟ شايف ان في ديكريز في البرونكيال ماركينز فين؟ في الميدل وان ثيرد اوف ذا لانجز. يعني هي حتى مش مكمله للميدل وان ثيرد، هي اخرها انا شايف ماركينز في الانر وان ثيرد، ما يقدرش انها تعدي للميدل وان ثيرد اللي هو نورمال فايندنجز. في حاجه ثانيه ممكن اقولها هنا؟ لا بس. بعد كده في حاجه اسمها بالمونري بلاسرا. هتيجي تقول طب ما انت قلت بالمونري كونجشن، هقول لك اوكي. اللي بيعمل بالمونري بلاسرا ان في اوفر فلو، في اوفر فلو في البالمونري فاسكولاتشر. انا بتكلم على الناحيه الارتيريال، يعني انا عندي حاجه بتزود البلاد فلو في البالمونري ارتري. ايه اللي يعمل كده؟ لو حاجه فيها شنط، لو حاجه فيها دم بيعدي من الليفت سايد للرايت سايد زي اي اس دي، زي في اس دي، او زي البي دي، كل الكلام ده هيزود البالمونري بلاد فلو. فبالتالي الدم اللي ماشي في البالمونري ارتريولز هيزيد، بس هيزيد بس هو نورمال، يعني هو كان ازيد في اللور هاف بس هيزيد قوي. هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى في انكريز في البرونكو فاسكولار ماركينز في كل اللونج فيلدز، ايفن كمان ان في انكريز في البرونكو فاسكولار ماركينز في الاوتر وان ثيرد اوف ذا لونج اللي هو مش طبيعي. يبقى ده الفارق ما بين كلمه بالمونري بلاسرا وبين كلمه بالمونري كونجشن. الباثولوجي نفسها مختلفه والمرض نفسه مختلف. هنا شايف ان في انكريز في الماركينز اول اوفر ذا هول لانجز، ايفن حتى لدى الاوتر وان ثيرد اوف ذا لانجز. معلش يا فندم، بس الفرق ما بينها وبين البلمونري ايه؟ البلمونري دي ما دي ادفانسد فورم. ادفانسد فورم من الكونجشن. من الكونجشن. مش من البلاسما. بص هو البلاسما والكونجشن كده كده في الحالتين هيبقى الان فورم بتاعهم بلمونري. بس جالنا سلايد في الامتحان الاكس راي اللي فات دهوت. بات وينج ابيرز. بات وينج خالص. نفس الفيلم بالظبط. بتقال دي بالمونري هايبرتنشن، بالمونري اوليجيميا، بالمونري اديما، ولا نون اوف ذا ابوف. انا اخترت نون اوف ذا ابوف، طلعت غلط. بالمونري اديما. طب ما هي طبعا بالمونري اديما. لا انا جيت في دماغي ان هي بالمونري بلسم. انا دي لو في الاستقبال اقول بالمونري اديما، وش يعني لو عيني جالي في الشباك كده بالمونري اديما. بس الواحد كان ماشي اكاديميكال وكان مراجع قبلها بشويه فقلنا دي وش بالمونري بلسم. فقلت لا اكيد يقصد بلسرا مش قديمة. لا طب هو البلمونري بلسرا ايه هي دي؟ قديمة يعني انت عندك اوفر فلو على البلمونري بخصوص ان انت بقى عندك ترانسليشن موجود في اللانجز هينتهي ايه الموضوع في الاخر؟ انت هيجيلك بلمونري قديمة.
فكلمه بالمونري دي ما بتديك اند اوت كام بتاع ايه، بالمونري بلاسترا او بالمونري كونجشن. وانت لو في عندك بالمونري كونجشن على كلام اللي هو الاكاديمي بقى، لو انت هتقرا مثلا في الجورنال يعني انت عندك بالمونري كونجشن في الدم زايد قوي في الابر وان هارت اوف ذا لانجز وتحت في سبازم فحصل كيفلايزيشن، طب حاجه طبيعيه برضو ان مع الاوفر فلو بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ان هيحصل ان اللور هارت هتبقى كمان كونجست، يعني البالمونري بلاسترا هتفرز البالمونري كونجشن، فينتهي الموضوع في الاخر بالبالمونري دي. مظبوط. كلمه بالمونري قديمه دي تعني ايه؟ تعني انت هتقول له ان انا شايف في انكريز بونك فاسكولار ماركنز وشايف ان في عندي هايلر كونجشن، هتشرح فيها الاثنين. لو قال لك بالمونري قديمه هتشرح فيها الاثنين، البالمونري بلاسترا والبالمونري كونجشن، وتزود كلمه انت بيبقى عندك اكستريم هايلر كونجشن اللي بيديك شكل الباكينج ابيتس. دي الكلمه انت هتزودها لو قال لك بالمونري قديمه. هي بس كانت لها سلايد ام سي كيو بس. ده في اه ده في الام سي كيو مش في سلايد كده مكتوب دي بالمونري قديمه ولا لا يعني بص ما هو برضه هيبقى اكيد مش الدرجه دي يعني هو مش هيبقى اكيد الدرجه دي عايز لا يعني انت برضه خليك سيمبل. اه ما هو ده انت خليك سيمبل. هو ده في سي دي الحاله دي تقريبا في كسر معدل عن الثاني. بالظبط في كسر معدل. طيب انا كده خلصت الثلاثه الكبار هم بيخدموا على كل امراض القلب كابلموناري كونجشن كابلموناري بلاسترا او كابلموناري اوليفيا. طب انا عندي بالمونري امبوليزم مثلا يعني جه قال لك ايه اللي تشينجز في الاكس راي انت ممكن تكسبكت في عين بالمونري امبوليزم، او ان جاب لك سؤال مثلا وكان عنده ريسك فاكتورز ان يجي له بالمونري امبوليزم وقال لك انت ايه الاكس راي اللي انت ممكن تتوقعها في البيشن ده، فقلت بالمره انا هقوم قايل البالمونري امبوليزم هم بالظبط ثلاث كلمات. اول كلمه انا لو عندي حضرتك سمول بالمونري امبوليز هيبقى في عندي مايلد او ديكريز في البرونكو باسكولار ماركنز في التريتري اللي هذا البالمونري افيور ما تقول فيه بس ديكريز برونكو باسكولار ماركنز. في كلمه ثانيه ان انا عندي في ريدي لوسنسي موجوده في يعني في البورشن بتاع اللانجز اللي بيتغذى من هذا البالمونري افيور. طيب كبرنا شويه حصل بالمونري انفاكشن. البالمونري انفاكشن دي يعني ايه؟ ان انا شايف بقى دلوقتي ويدج شيب اوباستي. ويدج شيب اوباستي. ويدج شيب اوباستي دي هتبقى بلورال بيست، يعني هتبقى تراينجل والتراينجل ده البيس بتاعه على بلورال من بره اللي هي هنا رقم 2 والايبكس بتاعته اوبوزيت سايد اوف اوكلوجن. كويس؟ دي لو انتوا فاكرين دي كانوا بيسموها هامبتونز هامب تقريبا. كانوا بيسموها هامبتونز هامب. تمام؟ ممكن نلاقي طبعا ان في بالمونري انفكشن فمعاها مايلد ديجري اوف بلورال افيوجن. صح ولا صح؟ طيب لو انا عندي انفكشن اكبر شويه لا هيبتدي يحصل ان انا شايف اريا اوف ريدي لوسنسي كبيره او ان انا شايف ماركت ريدكشن في البرونكو فاسكولار ماركنجز. يعني مش هتشوفها بقى حاجه اوباستي، انت هتشوفها جيد بلاك اوباستي، جيد بلاك زون. ساعتها دي اللي هم كانوا بيسموها ويستر مارك ساين. وستر مارك ساين. فالوستر مارك ساين مش زي الهانتوز هام. الهانتوز هام دي انفكشن انت شايف اوباستي وكان في لوبا هرموني بس هي تراينجولار ان شيب فجستد اوف بالمونر انفكشن. وستر مارك ساين لا ده انا شايف ان في زون من اللانج تيشو اوليجينيك فيها ديكريز في البونكو باسكولار ماركنز فجستد ان انا عندي في لارج بالمونر انفكشن او ان عندي في لارج بالمونر امبوليزم. واخر حاجه طبعا ان يبقى في بلور فيوجن فيري كومن طبعا يحصل مع اللارج بالمونري امبولاي. البالمون هايبرتنشن ظريف جدا هو ما فيهوش كلام. هو الاكس راي بتاعه ان انا هلاقي بالاكس راي ان في فيري بروميننت بالمونري ارتش. هو انا ايه البالمونري ارتش اللي بيبان في الاكس راي اساسا؟ الليفت ما يبانش لان الليفت هيعدي في عمرك ما هشوفه. انت في البي اي فيو انت بتشوف المين والرايت. طب لو بقى انيوريزم ما يبانش هل ممكن يحصل ليفت بالمونري ارتري انيوريزم من غير ما يحصل افكشن في الرايت او في المين؟ صعب ما شفتهاش. كويس؟ ومش هتشوف هو ده بيهرز يا كوبا مونال اللي انت بتتكلم عليه بيبقى المين ترانك تبقى هي الافكت انت اللي بتشوفه في البالمونريز اثنين المين بالمونري ارتري او المين بالمونري ارتري. معلش بس نفس الامتحان العجيب برضه فيه اربع اختيارات ام سي كيو منهم ليفت بالمونري كان المين ترانك هو اللي فيه انيوريزم انيوريزم ما طلعتش. ما هو هنا بيختبر ما كتبش مين بقى كتب ليفت بس لفت بس وحيات ربنا ودي كانت الرايت انسر يعني اي داوت اي داوت هنا كل اللفت ما كانش في الاكس راي هو الدكتور كان قال لك انا خليه قلت لفت لان تقريبا الدكتور خالد كان في المحاضره كان
بيسمي هرمون الترن مرة وقت بس هو بيشرح لي السبب قللت هرمون الهايبرتنشن وكان قللت هرمون اللي ينكبر فهو قللت هرمون فتقريبا هي التسميه دي لا هو التسميه الاكاديميك يعني التسميه اللي في الكتب ان الليفت اللي فمو ترانك هو اللي بيبان على الليفت سايد وبعد كده بيحصل بعد كده البايفوركيشن الرايت هو اللي بيبان على الرايت سايد الليفت صعب انت صعب تشوفه خالص وصعب جدا بالاكس راي انت تعرف ان ده ليفت ولا ده مين ترانك في الفي فيو فاهم قصدي ايه؟ معرفش هو سمع كده هو قال كده يعني وانا حتى استغربت بس كان موجود الليفت صح؟ اه بس ممكن قالوا الليفت اخترت ايه بقى؟ بس هي مش كده ما كانش في اختيارات تانية غير الليفت لا ما كانش تنفع ما كان هو الليفت رقم يا مطروح لان المنبر مان امبريز يعني من الحته بتاعت اللي هي السكند انتر كونسل سبيس الميديال بورشن بتاعه هو اللي كان فيه الانيوريزمال دايلتيشن ده فما تمشيش اي حاجه مش كونكومتنت معايا حاجه غير البلمونري بص هو لا 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 انا اقول لك حاجه هو مثلا دلوقتي كان بالنسبه له ان هو في سؤال نازل بيقول لك انت قلت السكن انتر كونسل سبيس هو السكن انتر كونسل سبيس ده بيعمل ايه؟ بيتقلل البلمونري قال لي البلمونري المين يعني انا اقصد ان السكن سبيس دي ما فيهاش حاجه غير بلمونري ارتري تيشو فلو انت جه قال لك سكن انتركوستال سبيس وما كانش فيه عندك اختيارات اخرى غير الليفت يعني كلمه بالمونري ما جاتش هي مره واحده بس فانا هكون مضطر ان انا اختارها ما انا اكيد مش هقول له مثلا ليفت اتريال افيرج او مش هقول له اورطه مش هقول له مثلا رايت اتريال انا اخترتها وطلعت صح فاهمني يعني هو انت برضه لازم يبقى في شويه عندك شويه يعني عايز اسميها ايه؟ شويه تحايل على السؤال فاهمني؟ لو هو جاب لك الاثنين مع بعض كمين بالمونري وكليفت بالمونري وانا عارفين ان دي عمرها ما هتحصل هيبقى الاجابه مين بالمونري تمام بس يجي تلعب لك ازاي بوت تاني في الامتحان عشان كده والله كنت مستنيها تبقى مين بس ما فاحنا في البالمونري هايبرتنشن اللي هنشوفه ان انا عندي في دايليتد مين بالمونري ترانك في دايليتد رايت بالمونري ارتري ده رقم واحد ممكن يبقى انيوريزمري دايليتد في حالات البلهاريزيزس رقم 2 هقولها في الكوماند ان انا هيبقى عندي فيه اتينيويشن او ديمينيوشن او بونينج في البلمونري ارتري برانشز يعني ديكريز بالبلدي برضه ديكريز في البرونكو فاسكولار ماركينجز في الاوتر 2 ثيردز اوف ذا لانج دي الفيتشر السيمبل اللي انا هحكم بيها على البلمونري ارتري تفاصيل البلمونري هايبرتنشن مش هتهمني فانت المفروض في اخر المحاضره هيبقى عندك الاسطمبه بتاعتنا كلها تاخد من كل تايتل حاجه يعني مثلا لما اقول لك بعد كده هيبقى في كارديو ميجن ولا اه هيبقى في كارديو ميجن كمان مع فارما هايبرتنشن لان الرايت سايد اوف ذا هارت هيبقى كبير وانت بعد كده الكار شيمبرز فيها حاجه هتقول لي اه ده الرايت اتريال بيكبر والار في بيكبر يبقى انت في النهايه لو قال لك ايه التشينجز اللي في الاكس ري في عام فارما هايبرتنشن لو انت هتمشي بيها بستيب وايز ابروش من فوق لتحت نفسك في الاخر قمت عامل سؤال او سوري يعني قمت عامل اجابه سؤال كامله ماشي يعني مثلا ده ما تجيش تقول لي مثلا ان هو دوت ليفت بالمونري لا لا طبعا ده نيو ده رايت كويس لو جه قال لك ده لو جه قال لك ده هل ده ليفت بالمونري ولا رايت بالمونري ولا ال في ولا اس في سي اكيد هقول له ده ليفت بالمونري ما هو ده الوحيد اللي بالمونري طيب ما هيبقى اكيد ده ليفت يعني اللي انا اقصده ما هو يعني لو انت مش مقتنع بنمبر 1 خد نمبر 2 بس ما نقولش ان اس في سي يعني مش يعني ده مثلا ليفت اس في سي لا قصه مش كده كلام هزار احنا بنعد هنا الريتش ازاي بقى عشان نوصل ان ده السكند انت المفروض عند اول السيمي كوستال جانكشن دي تبقى انت اوبست السكند ريب فاهمني تحتيها السكند سبيس تحتيها الثيرد سبيس ده انت لو عندها ويل سنترلايزد قوي كويس يعني انت كلمه اللي هي اوبن الثيرد سبيس دي ده لو عيان ويل سنترلايزد قوي الكلام ده مش ابليكابل يعني الكلام ده نظري بس ان انت تلاقي دايما البلمونري بروتروجن اوبوزيت السكند اوبوزيت السكند اه والليفت اتريال افيرج اوبوزيت الثيرد والاورتيك نوكل اوبوزيت الفيرست ده انت عم تلاقي عيان مش فينا حتى مش احنا ايفن يعني هل اللي عندك كان واخد انسبيراتري فيلم ولا واخد اكسبيراتري فيلم قصه اكاديميه بحته فاهمني طيب هنيجي بعد كده خلصنا البلمونري والعظم والكلام ده كله هنخش بقى على الكارديو ثوراسيك ريشيو انا هحسب ازاي الكارديو ثوراسيك ريشيو يا سلام مثلا لو انت جيت في الامتحان لو هو قال لك مثلا في عيان كارديو ميجالي
قال لك شاست اكس راي ان ا بيشنت ويز كارديوماجلي هاو تو ابروتش او وات ذا ابلكيشن. لو انت جيت ترسم رسمه زي كده فيري سمبل فيري سمبل وتقول له والله دلوقتي ان انا باخد سنترال لاين وبعد كده باخد اوسع دايمنشن على الليفت سايد واوسع دايمنشن على الرايت سايد واجمعهم على بعض مثلا من غير ارقام. انا اقول ان انا عندي الاربعه دي اسمها A والثمانيه دي اسمها B وال24 دي اسمها C. يبقى انا هعرف الكارديو سواسك ريشيو ازاي A بلس B على C بس كده. تعرف اكتر من 50% معناها ان في كارديو ماجي. اقل من 50% مفيش كارديو ماجي. لو انت سنتها يبقى انت فاهم. ايه اللي يعمل كارديوميجالي؟ عندنا بقى اسباب كتيره جدا تعمل كارديوميجالي، اشهرها الكارديالي فيوجن. اتنين ان يبقى عندي في هارت فيلير. صح كده؟ واحط تحتها كل اسباب الهارت فيلير اللي انا ممكن اقولها. مش ممكن يبقى اسكيميك كارديوميجالي؟ ممكن، ممكن يبقى بقيه الكارديوميجالي. ممكن يبقى ريستريكتيف ايفن حتى كمان ممكن يبقى هوكم لو في ادفانسد كيس. ممكن يبقى فالفولار ديزيز. يبقى انت هتفضل انت هتحول في الاخر سؤال كارديوميجالي ده لست سبع عناوين تحتيه. طيب هل انت ممكن تشوف حاجه ثانيه جوه القلب؟ اه طبعا لو في بروستاتيك فالف ممكن اشوفه على مستواك انت. مش محتاج تقولي ده اورطه ولا ده مايترال، قول ان في فالف بروسيس وخلاص عرفت ان ده مثلا مايترال او ان ده اورطه. يعني كان حظك ان انت عندك في اثنين فالفز جنب بعض ففي واحد اكبر من الثاني فقلت ان ده مايترال. حلو ما عرفتش او كان سؤال نظري فما فيهوش تحديد قول ان انا ممكن اشوف في بروستاتيك فالف. رقم اثنين ممكن اشوف فيه رينجز لو العيان مش عامل فالف ريبليسمنت او حاطط مثلا بايوبروستاتيك فالف ممكن تشوف ان فيه رينج ان فيه حلقه. ممكن رقم ثلاثه تشوف ان فيه ليدز اوف بيس ميكرز ممكن تكون موجوده فين؟ في الرايت اتريوم ابيتش. ممكن تكون موجوده في الرايت فنتريكولار ابيكس. ممكن تكون موجوده في الكرونري ساينس اللي هو بالنسبه لك انت مش هيبان او مش هتعرف الاكس راي ده كرونري ساينس على مستوى احنا كفيرست. بس اقصد انت ممكن تشوف اكتر من ليد، ممكن تشوف اب تو 3 ليدز جوه القلب. ممكن طبعا بالظبط. ثالث حاجه احنا اتكلمنا على الكارديوميجالي واسبابه، اتكلمنا على الفالفز ليدز، اتكلمنا على البيس ميكر ليدز. رقم اربعه الكالسيفيكيشن في غايه الاهميه. هو الكاس ده ممكن ينزل على ايه جوه القلب؟ اول حاجه البريكارديو اوتوماتيك هيبقى عندي كونستريكتد بريكارديتس. اثنين ممكن يجي على الفالفز. انا عنده مثلا سكيلو كالسيفيك اورتيك ستينوزس هيبقى عنده كالسيفيكيشن على الاورتيك انيلس. العين ايفن حتى اللي هم عندهم روماتيك مايترال ستينوزس ممكن يبقى عندهم كالسيفيكيشن على مايترال انيلس. اللي عندهم مايترال ديجستيشن بيبقى عندهم برضه كالسيفيكيشن على مايترال انيلس. يبقى يجي على بريكارديوم، يجي على سمامات، يجي على فنتريكولار وول نفسه كويس، يجي على انيوريزم، يجي على تيومر اكزامبل مثلا ميكزوما، يجي على ثرومباي، يجي على فيسلز واشهرها طبعا الاورتر. طيب انت ممكن تحكم الشامبر باللاترال فيو وبالفي فيو؟ اه طبعا. يعني مثلا في الفيو ده الكالسيوم ده على فين؟ الكالسيوم ده بالنسبه لي انا ده واخد الماست انتيريور ستراكشر، واخد اكتر ستراكشر في القلب انتيريور تحت الاسترنوم، بيمثل بالنسبه لي الرايت فنتركل. دي شكلها حلو قوي يعني، دي واخده الايفرينج، دي واخده الايفرينج يعني واخده الانيموس بتاع السموم كويس اللي هو هنا مكمل يعني بس مش مشكله كده. خلاصه الامر ان احنا عايزين ايفرينج دي المقصود بيها الرينج او الانيموس بتاع السموم بتاع المايترون او بتاع التريكوسم. ايفي رينج الفايبرس تيشو اللي ما بين الاتريوم والفنتركل اللي هي ما هي الا ايه؟ السبيس اللي نازل فيها السموم بيحصل فيها كالسيفيكيشن. عشان كده ممكن البيشنت اللي عنده مثلا 70 سنه تلاقي عنده حاجه اسمها ايه؟ سكيروتيك مايترال فالف ويز مودريت ماتر ريجستيشن. جاله من ايه؟ جاله من بقى عنده فيه اكستنسيف كالسيفيكيشن واخده الانيموس واخده البيز اوف ذا ليفلتس في المايترال فالف. الابلكيشن بتاعها مش هنا خالص. الابلكيشن بتاعها ان انت لما اقول لك ايه الاكس راي فايندنجز انت ممكن تشوفها عيان عنده مايترال ستينوزس
يبقى انت لو انت طبقت الاستيب دي كلها هتقول لي والله ممكن في المايكرو ستينوزس. هل ممكن يبقى كلاسيفيكيشن على 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 بريكارديوم؟ لا مش كومن. هيبقى يبقى كلاسيفيكيشن على شيمبرز او ممكن رايت فيلف رايت اتريوم ليفت اتريوم. طب هل ممكن يبقى كلاسيفيكيشن على صمامات او ممكن كلاسيفيكيشن في المايترال فالف ليفلس وكلاسيفيكيشن في المايترال فالف رينج كويس. هل ممكن يبقى كلاسيفيكيشن في انيوريزم مش كومن مع المرض مش كومن مع معلمس. هل ممكن يجي مثلا في ترومباي مش كومن يبقى عنده ريت ايتا ترومبس قديمه. هل ممكن يجي مع تيومرز؟ اه ممكن. ما هو ممكن البيشنت ده اللي هو عنده ام اس يبقى هو عنده اسال اتريال ميكزوما وتبقى هي اللي عامله له المايترال فالف ستينوزس صح ولا مش صح؟ فممكن اقولها تبقى حاجه كده حلوه يعني ان هي تبقى حاجه تطيطه في الاخر. تمام. الهدف ان انت هاو تو ابلاي التايتلز دي على اي سؤال. ال كلاسيفايد ترومبس نوت كومن في الليفت اتريال مع المايترال ستينوزس ما شفتهاش صراحة. انا عن نفسي ما شفتهاش قبل كده. الصوره دي ايوه هي جت من الاسئله في الامتحان بس كان معاها اثنين مواليه اه جت لكم سيرتيفيكت مش كده. لا كانت في الامتحان كده بص كلمة نيمو بريكارديوم مختلفة خالص عن الشكل ده. كويس. انت هنا شايف في كالسيوم. في كالسيوم. الكالسيوم ده مش واخد بريكارديوم. كويس. لان الكاردياك شادو اهو. ده القلب. ده القلب. كل ده قلب. انت واخد شيمبر واحد. اللي هي ليفت اتريوم. اللي هي ليفت اتريوم. عشان تقول كلمة نيمو بريكارديوم يبقى انا شايف البريكارديوم كله مرسوم. انا شايف الاوتر بورتلز بتاعت الكارديك شادو كلها مرسوم. فاهم قصدي ايه؟ وعشان اقول كلمه كيمو بريكارديوم لازم ابقى شايف ان في جت بلاك اوباستي جوه الكافيتي دي. شايف حاجه سودا جت بلاك اوباستي. هي سلايد واحده شهيره جدا كيمو بريكارديوم ما اعتقدش ان في غيرها وورد وايد يعني. هي اللي كانت هي اللي كانت جريمه دي. طيب ده في الام سي كيو يعني؟ اه الامتحان كان جميل قوي. حاجه اكستريم ما جاتش موجوده في الحمراء برضه يعني ما كانتش موجوده. لا اصل هي يعني ايه الابلكيشن بتاعتها؟ يعني هي دي تيجي مش عارف بس يعني الحاجات دي احنا ممكن نجيبها تريسنج تريسنج مثلا ماجستير ولا حاجه بس مش يعني ملهاش ابلكيشن. طيب بعد كده هنخش على ستيب اللي بعديها اللي هي ستيب الكارديك تشيمبرز. عشان افهم الكارديك تشيمبرز بتعمل ايه لازم ابقى انا فاهم هو كل بورتر معمول بأي كارديك تشيمبر. اول حاجه او ناخد صوتي احسن الرايت كارديك بوردر. الرايت كارديك بوردر ده يا جماعه بيتعمل من ايه؟ بيتعمل من ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اللي هو الابر 1 ثيرد من الاس بي سي اللور 2 ثيرد من الرايت اتري. الاي بي سي احيانا بيكونتريبيوت بحاجه فيري مينيمال على اللور رايت بوردر. طيب الليفت بوردر اوف ذا هارت معمول تماما من اللفت فنتركل اكسبت اوبوزيت الثيرد انتركوستال سبيس بيبقى فيه كونتريبيوشن من اللفت اتريال ابندج السكند انتركوستال سبيس المين بالمونري ترانك الفيرست انتركوستال سبيس بيبقى الاورتيك ناكل. ما هي الاورتيك ناكل دي؟ ده اللي هي نهايه الاورتيك ارش وبدايه الديسندنج ثوراسيك اورطه. لان الاسندنج اورطه الاسيرنج اورطا ما بيبانش قوي الا لو كان دايليتد وبيبان على الرايت كاردياك بوردر. على الرايت كاردياك بوردر الاورطا اسيندنج اون ذا رايت سايد الارش بينتهي وينزل ديسيندنج اون ذا ليفت سايد. تمام باين هنا قوي ستارتنج اون ذا رايت سايد لو كبر هيبان لك هنا وينزل بعد كده كنهايه الاورتيك ارش وبدايه الديسيندنج ثراسيك على الليفت سايد اوبوزيت الفيرست سبيس. ماشي. طيب احنا عايزين نكومنت مثلا لو انت عندك مرض دلوقتي المرض ده بيعمل دايليتيشن في شيمبر معينه هقولها ازاي؟ هي تبقى جمله واحده. لو في عندي مثلا حاجه بتعمل رايت اتريال دايليتيشن يبقى هتكلم ان انا عندي في اكسبانشن للرايت اتريال للرايت تو ذا رايت سايد سيمبل جدا انكريز في الكارديك شادو اون ذا رايت سايد اللي هو مين يكون الرايت اتريال. مش هقول مش هتفلسف فيه. الرايت فنتركل هيكبر ازاي؟ نفس الكلام هلاقي ان في عندي انكريز
برضه في رايت بورتر اوف ذا هارت هيلاقي عندك حاجه اسمها رايت فنتريكولار ايبكس. يعني ايه كلمه رايت فنتريكولار ايبكس؟ يعني الايبكس تبقى شيفتد ابورد اند اوتورد. ابورد اند اوتورد الكلمه دي لازم احنا نقولها لو احنا في حاجه هتعمل دايلاتيشن في رايت فنتريكل. ماشي، لازم نقول كلمه ابورد اند اوتورد. الليفت اتريم عشان الله ان هو كبير، الليفت اتريم ده حاجه فيري بوستيريور، فهنا لازم اعمل لاترال اكس راي. يا ريت ما ننساش لما هنعمل كومنت على الاكس راي، عشان في حاجه اسمها لاترال فيو، مش قصه اي فيو فقط. فانا في اللاترال فيو هلاقي ان في عندي انكريز او ان عندي في دايلاتيشن في الليفت اتريم. هعرفها ازاي؟ الحاجه الحلوه الجميله ان هعمل باليوم سوالو، هعمل باليوم سوالو للبيشنت، هلاقي ان بقى عندي في اندنتيشن موجود على الاثير بوتر اوف ذا كارديانس وورد، انديكيتنج ان انا عندي هنا في كاردياك شيمبر كبيره. اني كاردياك شيمبر اللي هي موجوده بوستيريور، اني اكثر حاجه بوستيريور في القلب الليفت اتريوم. دي حاجه كلو، وغالبا ما فيش امتحان هيعدي من غير ما يبقى في حاجه بتكبر ليفت اتريوم سؤال اكس راي. فانت كده كده الكلمه دي تتحفظ، ان انا هعمل لاترال فيو اكس راي مع باليوم وورد، هلاقي ان في اندنتيشن موجود في الاسوفيجيال شادو، انديكيتنج ان في ليفت اتريوم دايلاتيشن. ماشي؟ طيب لو انا هحكم على ليفت فنتريك لسه بيسالكم يا دكتور عن الباليوم سوالو، ما عشان ما بتعملش طبعا. لا مش بقى في ايكو دلوقتي ولا هو هي في الامتحان من شويه هو لسه بيتعمل على الجبهه. بص الفيرست ده هو كده الكارديولوجي كده، الفيرست بيزك، الفيرست بيزك اقول لك ديسني وشاست بين، السكند امراض قلب كويس، السكند امراض قلب اقول لك اورتيك فالف ستينوزز دايجنوزز وتريتمنت. الفيرست ممكن اقول لك دايجنوزز، انت بتبقى عارف ايه المفروض كنظر وعارف اكس راي وعارف اي سي جي وعارف سيمتومز. الدكتوراه ديبيت تعمل عنده تافي ولا تعمل عنده اورتيك فالف ريبليسمنت، دي اللايف سيكونس بتاعت القلب. تمام، اللفت فنتركل هتقول عليه زي ان هو دايليتد من الايبكس، ان انا عندي الايبكس ديت شيفتد داونورد اند اوتورد. عشان كده احنا بنقولها دي يا جماعه ايبكس اوف ليفت فنتركل او ايبكس اوف رايت فنتركل، هو الدايركشن هي اللي بتفرق ابورد واوتورد ولا داونورد واوتورد. دونت فورجيت اللاترال فيو زي ما قلنا قبل كده، دي كده تجميعه في الاخر للكاردياك بوردرز، ان الليفت كاردياك بوردر زي ما قلنا اورتيك ارش بين بالمونري ارتري كويس، ليفت اتريال افندج وليفت فنتركل، الرايت بوردر هيبقى رايت اتريم و اس في سي. انا مش جاي اتكلم بقى على تفاصيل امراض، انا عايز اوريكم حاجه معينه اللي هي هتفرق معايا. انا كده فاضل لي في كل التايتلز دي كلها حاجه واحده ما اتكلمتش عليها، اللي هي الورطه او الميديستاين. انا لازم احكم في الاخر انا عندي وايد ميديستاين ولا لا، عندي في سسبشنز ان الاورطه ضعيف ولا لا. يعني اقول ان انا والله شايف ان في بروميننس اوف ذا اسندنج اورتا على الابر رايت بوردر اوف ذا هارت، وانا عندي في بروميننت اورتيك ناكل اوف ليفت فيرست انتركوستال سبيس كويس، او ان انا شايف ان في كالسيفيكيشن موجوده على الشادو اوف ذا اورتا في البي اي فيو. مفيش حاجه اكتر من كده، ان اقول وايد ميديستاينر، ان اقول ان في كالسيوم في البي اي فيو، وان اقول ان في بروميننس في الاورتيك ناكل في الليفت فيرست سبيس، وبروميننس للاورتيك شادو في الرايت ابر بوردر. الدايلاتيشن في الاورطه مش هيعمل حاجه اكتر من كده، سواء ده كان دايسكشن، سواء ده كان انيوريزم، سواء ان ده كان اورتيك ستينوزز وعامل بوست ستينوزز دايلاتيشن بعد كده في الاسترنج اورطه. تمام؟ عايزين بقى نطبق الكلام ده. كل ده مش عايزه. احنا عايزين في الاخر نحفظ حاجه واحده بس. نحفظ السيكونس. عايزين نحفظ السيكونس، انت ممكن في كل القصه دي كلها الاكس راي ديت ممكن تحفظ فيها السيكونس، السيكونس ده يخليك ان انت تحط تايتل وتحتيه تقوم مالف سطرين ثلاثه، يوصل في الاخر بقى معاك سؤال شاست اكس راي هتطبقه على اي حاجه، على اي حاجه، سواء كان سيمتوم او سواء كان مرض. ماشي؟ اول حاجه قلنا الدوز اوف راديشن سنتراليزيشن، البوم باثولوجي وبريفيس اوبريشن. تاني ستيب البلمونري اوليجينيا بلاسولا كونجشن امبوليزم بلمونري هايبرتنشن نوموسورس. تالت واحده الكاردياك شادو
هل هو بي ولا لا؟ البودز عامله ازاي؟ الكالسيوم ايه موقفه؟ لا تنسى اللاترال فيو مع الباريوم سوال، لا تنسى الحكم على الميدياستاينم اللي هو يعني اللي هو يعني الورطه والليدز والباثيتك فالفز. دي يا جماعه الخريطه. لو احنا طلعنا من المحاضره دي بالسلايد دي بس، صدقني مفيش سؤال اكس راي هيبقى فيه مشكله. تعالوا كده نفكر بقى. جالي مثلا سؤال بيقول لي ايه الاكس راي تشينجز في عيان مايتر سينوس؟ هنفكر فيها ازاي؟ اول حاجه نفس الدخله ايه اللي مالهاش لازمه، الراديشن سنتراليزيشن والبوليتز وبريفيس اوبريشن. رقم 2 المايتر سينوسس بيعمل ايه؟ هل هيعمل لي بالمونري اوليجيني؟ هل هيعمل لي بالمونري امبوليزم؟ هل هيعمل لي بوكس؟ لا طبعا، هو هيعمل لي بالمونري بليسر، هيعمل لي بالمونري كونجشن، هيعمل لي بالمونري ايديما، وبعد كده هيعمل بالمونري هايبرتنشن. يبقى انا اقول الاربع عناوين دول واشرح تحتيها سطرين بالمونري بليسر، سطرين بالمونري كونجشن، نص سطر بالمونري ايديما، سطرين بالمونري هايبرتنشن. ده كده البالمونري تشينجز. رقم 3 هبدا احكم على الكالسيفيكيشن هيحصل فيها ايه؟ زي ما قلنا قبل كده كالسيفيكيشن على تشامبر رايت اتشر رايت فنجيكال ليفت اتشر، كالسيفيكيشن على ثرومباي ماشي، على تيومر زي الميكزوما ماشي، كالسيوم على المايتر فالف نفسه اوكي، يبقى الكالسيوم موجود. الكاردياك شادو هل ممكن يحصل دايلاتيشن في القلب؟ اه طبعا ممكن يحصل، ممكن يحصل بس هو مش هيبين فيه، ده هيبقى رايت اتشر كبير، هيبقى رايت فنجيكال كبير. فهوصفه انكريز في الشادو اوف رايت اتريم اون ذا رايت سايد مثلا، ان انا عندي في رايت فنتريكولار ايبكس. حلو، الليفت اتريم كبير هيبان ازاي؟ رقم 1 هعمل لاترال اكس راي فيو مع باني مسكوره هلاقي ان في اندنتيشن. رقم 2 دبل اتريم شادو، لما الليفت اتريم يكبر قوي وهو عشان يكبر قوي يبقى في مايتر ستروس على مستوى الفيرست. الليفت اتريم يكبر قوي لدرجه ان هو ممكن يعدي كمان ايفن الشادو اوف ذا رايت اتريم، فبنسميها ان انا شايف ان في دبل اتريم كونتور. دبل اتريال كونتور كلمه حلوه، دبل اتريال كونتور على الرايت سايد اوف ذا هارت. رقم 3 لما الاتريم هيكبر الليفت اتريال ابندج هتكبر، هيبقى عندي في بروميننس في الليفت اتريال ابندج فين؟ في الليفت سكند سبيس اللي احنا بنسميها ايه في المايترال؟ مايترالايزيشن. ماشي؟ في حد وقع؟ رقم 4 انت كده قلت لي كل حاجه، قلت لي البالمونري، قلت لي الكارديوميجالي، قلت لي الكالسيوم، قلت لي الشيمبرز اللي هتكبر في المايتال ستيروزس. ايه تاني ممكن نقوله؟ ممكن نتكلم على هل في مثلا اثر غالب الباثولوجي؟ هل حصل كارديوميوباثي مثلا؟ هل البيشنت ده كان حاطط بروشاتيك فالفز؟ ممكن، ايه المشكله؟ كويس؟ هل جاله بريكاردال انفيوجن؟ دي حاجه كده بس جاست كده اللي هو يعني ايه، انت انترال برنس قوي يعني. انت ايفن حتى كمان البيشنت اللي عنده مايتال فالف ستيروزس دوت، ما انا ممكن اوسعه واكتشف ان هو جاله تامبونات وانا مثلا في مكان ما عنديش فيه ايكو، الاكس راي. ان انا عندي كارديوميوباثي. بس تمام، امتى هيحصل الكلام ده؟ في اثناء المايترال او بعد البلوم مايترال. احنا بنشك ان البيشنت دوت جاله تامبونات واحنا في اثناء التوسيع بالفلورو، ما هو ده اكس راي ان هو جاله كوارت تامبونات او ان هو جاله بريبادل انفيوجن. انا شايف ان هي دي كل التايتلز اللي ممكن تتجاوب في حاجه زي المايترال رابيد ستينوزس. الكلام ده يتطبق على اي سؤال، ايورتك ستينوزس، ترايكاسبيد ستينوزس، اورتك ريجستيشن. طول ما في تايتلز في دماغي ومش هنسى منهم تايتل هعرف اكتب. اصعب شويه. رول اوف اكس راي امبيشن ويز ديسني او امبيشن ويز ديسني، السؤال ده جه قبل كده. طبعا سؤال رخم جدا. بس في وجود برضه تايتلز مش هيكون في مشكله. الابروتش بتاع سؤال زي كده مختلف عن اللي فات، اللي فات هو كان مديك المرض فانت بتوصف. هنا هو مديك سيمبتومز فانت محتاج تقول له ايه المرض اللي يعمل كده ان كورليشن مع اكس راي فايندنج. تمام؟ انا كمصطفى مثلا يعني انا لو انا كنت هجاوبه انا كنت هجاوبه كده، انا معايا ام دي ال فانا كنت هجاوبه كده. رقم 1 البون اب نورمالتيز، اول حاجه ان يبقى في عندي ثراسك كيج باثولوجي، ان عندي في كايفوسكوليوزز، ما اكيد لو عنده كايفوسكوليوزز هيبقى عنده شورت سبريس بعد كده. 2 الريب لوتشنج، ما هو الريب لوتشنج دوت ممكن يبقى عنده كواركتيشن فاكيد هيعمل له بعد كده شورت سبريس. يبقى دي اول خانه فادتني. تاني خانه تعال نتكلم على اللانج تيشو، هوصف البالمونري كونجشن وهوصف البالمونري بريسر. طب هو ايه اللي يعمل الكلام ده؟ المايتال ستينوزس، ال في فيلير. اتفضل صور صوره استاذ. لا صور اتفضل.
الاي اس دي الفي اس دي البي دي اي. يبقى انا هنا قلت واصف اللي انا شايفه وقلت ايه اللي ممكن يعمل الشكل ده كامراض. طب العكس ده عنده بالمونري اوليجيميا ماشي، بالمونري هايبرتنشن، بالمونري سينوزس، وهيبقى عنده برضه ديسبليا. طيب بالمونري امبوليزم لازم هيجي له ديسبليا، هو مواصف فيها بالمونري امبوليزم بالوستر مارك ساين بالهانتون ساين دي البالمونري اوليجيميا. النوموثوركس جد بلاك اوباستي، ان انا عندي في ديفيشن في الكوادك شادو ان ذا اوبن سايد، ما اكيد هيبقى عنده ديسبليا. كانت تايتن كده خلصنا اللانز والبون بالنسبه للكارديك شادو. رقم واحد انا عندي في كارديو ميجر، ممكن يبقى عنده افيوجن، يبقى عنده فابلر ديزيز، ممكن يبقى عنده هارت فيلير. رقم اربعه شامبر انلارجمنت، ممكن يبقى عنده كونجيتال هارت ديزيز، ممكن يبقى عنده فاركر ديزيز. اللي ممكن يعمل ديسني هديله اكزامبل، مثلا اقول له والله البيش داون عنده مايتال ستينوز، عنده مايتال فيجيتيشن، هدي اكزامبلز مش هشرح كل حاجه، عنده اورتيك ستينوز، هناخد تو اكزامبلز واشرح عليه. انا قلت ان عنده مثلا مايتال فيجيتيشن هيعمل ايه؟ وهيعمل لي برضه ال في دايلاتيشن، هيعمل لي ال في ابيكس، هيعمل لي كارديوميجالي، هيعمل لي برضه كومبلي فينس كونجشن. طب الناحيه الثانيه ده عنده مثلا ترايكاسبيد ريجستيشن، هيحصل ايه؟ هيكبر الرايت اتريوم، هيكبر الرايت فنتركل. صح، الموضوع سيمبل قوي. خلصنا الكارديك تشامبرز، ايه تاني كده انا نسيته في الدباجة عندي؟ الكالسيوم، ما قلتوش الكالسيوم ليه ابلكيشن طبعا، الكونستريكتيف بيريكاردايتس، ما اكيد هيعمل له ديسني. ايه تاني؟ الليدز والصمامات، ما هو ممكن يبقى مركب صمام والصمام ده مال فانكشن وبعرفها بالفلور والفلور اكس راي، ممكن يبقى العين ده حاطط بيس ميكر ليد وتشد من مكانه، بيس ميكر ليد ما هوش ليه؟ عشان بقى في ديزلوجن، اعرفها ازاي؟ بالاكس راي بالفلور. ممكن يبقى خارم القلب، اعرفها ازاي؟ بالاكس راي. يبقى كل الايتمز دي كلها هتعمل عين في الاخر ديسني. اخر حاجه الاورتا، ممكن يبقى عنده اورتيك انيوريزم، ممكن يبقى عنده وايد ميدياستاين وبروميننس في الاورتيك ناكل مش عارف فين، في الشمال وفي الناحيه اليمين على الابر رايت بوردر، يبقى عنده ديسبليا. يبقى انا في الاخر تحولت ان سؤال زي كده لما جه في الامتحان الناس جاوبوا على انه سؤال هارت فيلير، قدرت ان انا احول من هذه التايتل بس لكل الكلام ده كله، دخلت له اسم القلب كله في سلايد واحده بس، جاست ان انا عندي في دماغي في خريطه انا ماشي عليها بستيب وايز ابروتش، واقدر اترجم كل كلمه فيها في صوره مرض. متفقين؟ على فكره انا لو انا بصلح في الامتحان، لو انا بصلح في الامتحان ولقيت حضرتك كاتب السلايد دي في صفحه او نص صفحه وكاتب تحت كل واحده من دول سطرين هديك في المكتب طبعا. وانا عايز منك ايه؟ وانا عايز منك ايه؟ ممكن قولي لا على فكره انا يعني اكيد دي ناقصه، يعني انا هي كل ده ودي ناقصه، بس هو السؤال ده جه فعلا قبل كده، ده كبير قوي، ده كل الاكس راي يعني ما هو كبير قوي، بس انا في الاخر ما بحكمش عليكي. ما انت ممكن تخشي مثلا تشرحي المايترال ستينوزس في الاكس راي وتتكلمي على المايترالايزيشن ودبل اتريال شادو وكلام جميل جدا ومحترم جدا، بس ممكن واحد تاني هي انصح شويه يعمل كده، يقدر ان هو يوريني ازاي ان هو دماغه لما القلب كله. الامتحان يا جماعه من الاخر كده برزنتيشن، الامتحان برزنتيشن، الامتحان مش قصه ان انا بختبر انت حافظ قد ايه. كويس، كل ما انا اخش امتحان اعصابي اهدى، قادر على ان انا افكر كويس، عندي طرق ان انا احول اي خازوق قدامي يعني اعكسه، دي الامتحان، هو ده الامتحان، ده وجهه نظر انا يعني. بس انا شايف والله يا جماعه انا النهارده مش جاي عشان اشرح اكس راي او عشان اقول لكم اكس راي فيها ايه يعني، لان انا قعدت ناقش واحد قبل كده ومشرحه دكتور خالد دايما اكيد يعني مفيش حد يشرح بعد اكس راي. انا جاي اقول لكم ازاي تبقى دماغك الى حد ما اكزام اورينتد، مش في اكس راي بس على فكره، ده في اي امتحان، ده في اي امتحان تدخله بعد كده ازاي تبقى اكزام اورينتد. يعني انا واحد الحمد لله انا كنت اول دفعتي وكنت اول ام دي قلب واول مستر قلب وبطران. يعني لو عندك اي كومنتس عايز تقولها لا خلاص، انا مش بصراحه مش عارف انا اشرح ايه ده. فيعني انا شايف هو دي البوينت، وده احنا على فكره اتعلمناه من زمايلنا اللي اكبر مننا يعني. فانا شايف اتس فيري انف، انت لو انت في البيت ذاكرت اخر ثلاث سلايدز دول اللي هي الدباجه الاولانيه، اكزامبل على مايكرو ستينوزس، اكزامبل على
شغل في الدرس ازاي تفكر في الامتحان is very enough بالنسبه لك قبل الامتحان. انا ما بقولش اللي كان هيك في الامتحان، انا ما اعرفش الامتحان مثلا، انا ما بحطش الامتحان، انا اخترت السؤالين دول من الايتمز اللي جت قبل كده اللي هم شكلهم بيلموا الموضوع وبيحبوا ازاي تعرف تفكر. وشكرا. يلا حد عايز حاجه؟ اي مشكله؟ هو لو ينفع تعمل برزنتيشن او تاخد عبد الرحمن بس ماشي هنديه برزنتيشن بس. كمل على ده ولا ايه؟ ده خلاص قفل بقى نكمل عليها. اه ده ده اسمي؟ لا طب معلش يا ابراهيم معلش بس معاه ابراهيم بس هيدينا كده برزنتيشن خمس دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنكمل بس يعني انا عارف ان اليوم كان طويل بالنسبه لكم يعني وبعد ما اللي شرح دكتور مصطفى بصراحه يعني اخر نص من البرزنتيشن بقى الى حد ما ريدوندنت. احنا اول كيس عندنا هي دي. احنا عندنا نصين، النص الاولاني كان المفروض ان هو اكس رايز ونختار عليها مالتيبل تشويس كويستشن، والنص الثاني كان اسئله. النص الاولاني هنا ده 72 year old patient truck driver has suffered the previous myocardial infarction now presenting with shortness of breath. Orthopnea, he wakes up at night with the paroxysm of nocturnal dyspnea, he's got large amounts of pink frothy sputum, and then the x-ray D. What's the most likely cause of this abnormal shadowing? I think the pulmonary edema and the acute severe ventricular failure. Mr. L suffered from palpitations, fatigue and shortness of breath. عشان بس يا جماعه الناس اللي هي بتفكر كتير، اصل ده عنده باتشز في الليفت ابر مش عارف ايه في الليفت ميد لوب، وعنده باتش في الرايت مش عارف لور لوب، ليه ما يكونش باتش نيمونيا؟ ما هي المفروض اساسا في الاختراق، ليه ما يكونش كرونيك هارت فيلر؟ بص يا جماعه سيمبل، انا شايف ان اللانجز كلها غرقانه وشايف ان في بروميننس قوي في الهايلم على الليفت سايد ورايت سايد، فدي ماشيه مع انها فالمونيا دي اللي هو اكيوت ليفر اكيد ليفت فنتريكل فيلير. احنا عندنا هنا باكلينج كاباسيتي بايلاتري يعني كلاسيكال في بالمري دي. السكند بيشنت عندنا عنده ويك باس اند ميد داستوريك ميرمر اند اوسكلتيشن. اظن واضح بالنسبه لنا هنا الفلاتنج اوف ليفت هارت بوردر والدبل اتريال كونتور على الرايت سايد، فده كلاسيكال اوف ميتري ستينوز ويتش از ذا موست بروميننتلي ان لارج كارديك تشامبر ليفت اتري. Mr. B complaining of 4-day duration of pain in the left side of the chest, tachycardic and cyanotic, raised jugular venous pressure, raised temperature, friction, rub on auscultation. I think there is an all-in increased cardiothoracic ratio, a flask-shaped heart, acute cardiophrenic angles, mafish and dela congestion or plethora, loss of endeavor cardiophilia. 60-year-old woman with a recent hip surgery 3 weeks ago, presented with recent complaint of 3 days duration of passage of blood disputum, and left side of stitching chest pain. واضح هنا عندنا triangular opacity pleural base، ده اللي هو الكلاسيكال هامبتونز هام كيس اوف pulmonary infarction يعني pulmonary embolism. A 50-year-old female of pleural residency, shortness of breath of 5 months duration, bilateral lowering swelling and abdominal distension. ايه اللي واضح عندنا في الاكس راي دي؟ عندنا prominent pulmonary مين pulmonary artery pulmonary oligemia، فدي عندنا كيس pulmonary hypertension. نيجي للجزء الثاني اللي هو مصطفى خلاص شرح بالظبط نفس التوبيك ده اللي هو role of chest x-ray in relation of pulmonary circulation. انا هنا كنت اسمع على جزئين acutely dyspneic patient و patient with chronic dyspnea and accentuated second heart sound. هو نفس السؤال بس هنا ان more detail في حاجات هنفكر فيها acutely presenting مثلا حاجات زي pneumothorax pulmonary embolism مثلا أنصت الإيثري فابريشن على patient severe mitral stenosis. الثانية الكرونيك كيسز برضو احنا في حاجة مثلا زي mitral stenosis ممكن نفكر فيها في الكرونيك، بس ما ده ممكن present acutely patient pregnant إيثري فابريشن أو كده، فهي هي نفس السكيم لو مشينا على السكيم دي، بس كل واحدة من دول أنهي اللي نقدمه؟ نقدم الحاجات اللي هي الأكيوت كوزز. طبعا ما ننساش الحاجات النان كارديك، يعني عندنا حاجة زي النيموثوركس، حاجة زي الفلوري فيوجنز. هما الاثنين هي نفس السكيلتون بتاعك، بس انت في الكرونيك ده انت مش هتقول مثلا بيشنت عنده كرونيك نيموثوركس او عنده بالمونري امبلزم، لا بس ممكن يبقى بالمونري هايبرتنشن.
طبعا هنا ايه pulmonary vasculature عندنا ممكن يبقى congestion, plethora, edema, embolism, infarction, pulmonary hypertension. مش هطول عليكم. ثانك يو.